سمو الشيخ محمد الحقيقة سكر على العالم الأبواب، رجل قارئ فيعرف قيمة القراءة، شاعر وأديب فيعرف قيمة الموروث اللغوي. هذا الرجل يعرف أن الكتاب هو ذلك الشيء، وربما الشيء الوحيد، الشيء الجماد الذي يتحول من جماد إلى سلوك. الكتاب، القراءة هي التي تحرك سلوكيات الناس. أي مستقبل غير مبني على المعارف أنا في تقديري مستقبل مهزوز، مهزوم. القراءة تقوي لك عظمك مثل الكالسيوم. لذلك وايد مهم أنك أنت تقسم وقتك وتقول أنا والله القراءة جزء من حياتي اليومية.